بقى بيرميت ولا ديفاين دي بتاعته. فاحنا مثلا زي اتفقنا ان انا هبرميت اماتش على مين؟ على ديفولت مود بس. ده انا عايز اخده من مين؟ النقطه الاثنين، مش عايز اخده 192. خلاص كده فالفكتوريال بعملها ازاي؟ باجي من تحت نقطه ريب تمام كده؟ وراح اقول له مثلا ايه؟ وليكن السيجمنت ليست خلاص مثلا لا مش السيجمنت ليست احنا لسه عايزين نستخدم بيرفكس ليست خلاص كده الاي بي يعني بيرفكس ليست نكتب الاي بي كنا قلنا ايه؟ بس عايز اجيب السنتكس بتاعها عشان خاطر ماشيين صح ايه يا عم انت لقيت حته لحمه مش عايز اشوف بص كده معايا يا شباب عندي بس الراجل ده راح جاي يعمل ايه؟ لا بس واحد لا بس ركز معايا جاي من تحت النيم يعني هو سبيسيفاي دلوقتي نيم معين انت حتى ممكن من تحت الراوتر بتعمل الكلام ده انا جيت ادور له نيم ويفرين اللي هو مثلا سي كان الاي بي ده 4 هايت خلاص صح اي نيم 4 هايت نيم اللي جنبي ده وتعامل معاه مع ايه؟ هطبق معاه بيرفكس ليست بيرفكس ليست مثلا اسمها اكس واي زد طب انت ايه رايك اكس واي زد تبقى ايه ولا اوت؟ يعتبر صح؟ يبقى انا اروح جاي مع الايبول ده عايز ابلاي مع بيرفكس ليست اسمها اكس واي زد وابن على جلوبال خلاص فور اهي او اي بي بيرفكس ليست اسمها اكس واي زد تمام؟ بيرميت بيرميت فيها مين بقى؟ الديفولت عايزين الماتش هنا على الديفولت بس يبقى الماتش عليه ازاي؟ خلاص ما احنا هنسيب اكس واي زد خلاص كده يا شباب فده كده ببساطه اللي هو ايه؟ هو ده السنتكس ايه؟ ايه؟ احنا هنعتبر فاحنا عايزين الادفرتايزمنت اللي جاي من رقم فيه افلتر منه اللي جاي اهو تمام؟ هو ده سنتكس هو كان يوصل لو احنا هنعتبر تو بقى كنا نعملها اوت خلاص يا نيل الناحيه دي ولا خلاص يا نيل معاك ده سنتكس واحد ولا ده ايه؟ لا سنتكس واحد ماشي كده تمام حد عنده اي مشكله في الموضوع ده يبقى انت كده عملت فلتر للايه؟ للابديتس بتاعتك شفنا مره الديستريبيوت ليست تمام وقلنا المشاكل بتاعتها ايه وشفنا البيرفكت ليست تمام طيب الادمنسيف ديستنس الادمنسيف ديستنس كان موصوف بيها ايه؟ لا ده بس بتاع كويس الدايناميك راوت كنترول صح؟ اي راوت اي روت كان بيجي النتورك عندك او الراوتر ده بيريسيف اي نتورك روت كان ايه اللي بيحصل؟ كان بيبدا يشوف يا ترى لاند ديستنس لو كان جاي له مثلا سي اكتر من سورس يعني كان يقارن بقى لاند ديستنس مين الاقل مين الاكتر خلاص؟ طيب لو انت عايز تبدا تفلتر الروتس ديت بيست اون على سي ديستنس خلاص؟ فانت في الحقيقه الموضوع ده كان بيبقى يعني فانيا من شويه انت لما كان عندك مين وبطل مثلا جميل فكنت بتخلي المين لو انت سي شغال ستاتيك مود مثلا كنت بتخلي المين بتاعك انت لسه اقل والباك اب انت لسه اعلى شويه وبالتالي هي الزون اعلى سوري اقل ولما حصل فيجر فالمود ده من هنا فانت برضه تعتبر ايه حاجه كرايتيريا او تول انت سيلكت بيها روتس عن روتس طيب حاجة تانية ممكن تستخدمها في انك انت تفلتر الراوتنج ابديتس الروت ماب دي احنا شفناها في اللاب اللي فات خلاص؟ صح طيب
لما يبقى الستنج رول بتاعك ده يبقى النيجي سوب ار ريتش. هيشيل لا هيتشال اوتوماتيك. يعني بص يا شباب، يعني مثلا على سبيل المثال لو انت عندك حاجه كده مثلا يعني كان نفس الرسمه اللي فاتت مثلا ار 1 وده ار 2 ضبطت هولد كاسل تمام؟ عنده مثلا لينك 2 اي اس بي 1 ولينك ثانيه 2 اي اس بي 2 خلاص دي كده الراوتر بتاعت الكاسل. لو افترضنا جدلا ان الجام ده راوتر 3 جميل كده؟ فراوتر 1 عمل ديفولت روت سينا، هو كان عايز يخلي الاي اس بي 1 ده هو ده مين؟ ده المين. ويخلي الاي اس بي 2 ده مين؟ الباك اب بتاعه. جميل؟ فكان يقول لك ايه اي بي روت وليكن ده كان 3 0 على 0 ده 3 0 على 0 1. فيجي عند راوتر واحد يقول ايه؟ اي بي روت سلاش 0 على لينك سكواد سوري على ايس انترفيس 3 0 على 0 ده الديفولت. الادمن ديس بتاعته بكام ده؟ ده 0 صح؟ ليه؟ لان هو على ايس انترفيس. وراح جاي عند راوتر 2 راح قايل اي بي روت سلاش 0 تمام؟ مثلا سيريا 0 على 0 وزود كده مسافه وراح قايل 5. 5 دي اللي هي ايه؟ الادمن ديستنس بالنسبه للديفولت رول ده. وكان هنا مثلا شغال مثلا وليكن ريب برضه ماشي، كان عندك هنا في ريب ما بين الثلاثه راوتر جميل؟ وراح دخل تحت راوتر 1 وراح قايل ايه؟ ديفولت انفورميشن مش ايه؟ فراح زي ايه ديفولت رول ده. ونفس الكلام راوتر 2 راح قايل ديفولت انفورميشن مش ايه؟ خلاص؟ ايه اللي حصل؟ راوتر 3 ده بقى عنده 2 باسز دلوقتي صح؟ جاي له ديفولت رول بقى ديستنس 0 وجاي له ديفولت رول بقى ديستنس كام؟ 5. فهمت؟ يقول لك اه لا يبقى انا بالنسبه لي هيستول الاب ديستنس الاب فيبقى هارد تو وقت هو ايه؟ هو المين. لو حصل بقى لينك فيلير خلاص كده؟ اللينك فيلير هيبدا منين بقى؟ منين بقى؟ ما بين راوتر واحد واي اس بي. حصل مشكله هنا يبدا راوتر واحد يشيل الديفولت روت من راوتر جديد. يعني لو اللينك ده مسحته من راوتر جديد هيمسحه من راوتر جديد. ايه؟ ما انت كاتب هو اوريدي موجود في الستارت اب كونفجريشن فايل. يعني لو انت مسيف هو موجود في الكونفجريشن بتاعتك. لكن ايه اللي موجود في الراوتنج تيم؟ الحاجات الاب او الريتشر. جميل؟ فده لما خلاص بقى او ريتشر فتشال من الراوتنج تيم. جميل؟ ويروح بقى النوتيفيكيشن يقول له خد بالك الديفولت رول بتاعي حصل له مشكله. طب ده كان اصلا لما كان ريسيف التو رولز حصل ايه؟ واخد واحد لما التاني رماه؟ لا ده السيرفر موجود عنده في رانج كونفجريشن فايل. فالانستول ده مكان يبقى اصبح هو ده ايه؟ الباص اللي شغال حاليا. معايا حد كده يا شباب؟ في اللي هي بيسك ريتريشن لما يبقى في اثنين كان بيختار اللي هو الاعلى بيبقى رسم الجيتوي فلاست ريشن. هو كده كده الديفولت روت اسمه جيتوي فلاست ريشن. اصل هو بيقول ان هو لو مثلا زي حاجه زي ديت لو في اثنين جيتوي عندك تمام هو بيسمي اللي هو اللي هيشتغل بيه اكتر بيبقى جيتوي فلاست ريشن. هو اللي هيشتغل بيه اكتر ما فيش حاجه اسمها هيشتغل اكتر. لا اللي هو مثلا لو انا يعني لو انا اللي شغلت الاولاني هو ده هو اللي شغال اسمه ايه؟ جيت واي اوف لاست ريسورس. تمام. هو جيت واي اوف لاست ريسورس هو ده الديفولت روت. جميل كده؟ بس ده اللي شغال هو هو اللاست ريسورس بتاعك. ممكن تديني الزبونه في الكات بس تقول لي انتوا بتتكلموا عليه بس؟ لا ان شاء الله. مسجل مسجل. لا ببساطة شديدة يعني. أنا عايز أعرف كلها باص وتول، يعني إحنا التولز اللي بيها الكنترول أبديتس بتاعتنا والترافيك بتاعنا مش إزاي. بس ده فكره السيبيو ولا بعيد على السيبيو؟ ده عموما ان جنرال يعني انت دلوقتي بتفلتر في ابديتس جايه لك او بتفلتر في ابديتس خارجه من عندك او بتسليكت باص عن باص ده احنا بنعمله دلوقتي خلاص؟ طيب انت ايه رايك بقى؟ ركز معايا في الحته دي مهمه عشان نبدا نخش في اللي احنا عايزينه خلاص؟ طبعا انت ممكن تفلتر روتس باستخدام روت ماب خلاص؟ خلاص. والروت تاجنج اللي احنا عملناها قبل كده انك انت بتتاج على مثلا يعني الروتس اللي حصل لها ديستريبيوشن ودي اصلا ادفرتايز باي النتورك بتاعتك انت فانت مش عايز تنزلها مره ثانيه عن طريق التاج اللي احنا عملناها في المره اللي فاتت. جميل؟ طيب ما ايه بقى الحاجات الثانيه دي؟ تعالى ركز معايا كده. لو انت عندك سوليوشن جميل؟ وانت في عندك تو ديفولت روتس هي واحد هنا وواحد هنا. جميل؟
خلاص كده، وكان فيها نتورك مثلا 10 واحد 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 مثلا اي حاجه اي اي بي. فكان طول الوقت كان الراوتر ده راوتر 3 هي مش موجوده عنده في النت في الراوتر كتير، يعني نتورك 10 في الحقيقه هي ورا اي اس بي او عند الاي اس بي. جميل. فهي بالنسبه لك ايه؟ ان نتورك تستخدم مين؟ الديفولت رول. فانت طول الوقت تستخدم، لو ما كانش حصل مشكله انت عمال تستخدم ده، هو ده المين بتاعك، هو ده اللي شغال. جميل كده؟ طيب لو حصلت مشكله داخل الاي اس بي بتاعك، بمعنى ايه؟ بمعنى انت شغال ديفولت رول، حصلت مشكله بين الراوتر ده والراوتر ستيل الروت ده هل فاليد ولا انفاليد روت؟ لسه فاليد. لا راح شويه مش هيحصل دروب ولا حاجه. ليه؟ لانك انت اوريدي انت بتشاور على ايه؟ على نتورك دايركتلي كونكتد، فمفيش مشكله. صح؟ النتورك دي اقل. لان التوفيق صعب قوي والنكست اوبن سايد بريتش. هي المشكله ظهرت فين؟ ما بين مثلا الراوتر ده والراوتر ده. هو الاي اس بي ما بيرجعليش اللغه دي. الله، الاي اس بي يرجع لك بقى ايه؟ هو الاي اس بي شغال، انت الاي اس بي شغال ايه؟ ما بيفرق، السؤال هنا بقى يفرق. ما بينك وبين الاي اس بي انت شغال هنا ايه؟ ديفولت. فغالبا الاي اس بي هيرجع لك بايه؟ غالبا ستاتيك. صح؟ احنا قلنا بنطلع ليفل اعلى بديفولت وهو بينزل لك بليفل اقل ستاتيك، مش كده؟ طيب لو انت شغال بالمنظر ده كان هيجي لك اي نوتيفيكيشن ان حصل مشكله هنا؟ نهائي. صح؟ فكان طول الوقت صاحبنا دوت عايز يوصل للاي بي اللي هو 10، فكان بيعمل ايه؟ عمال يبعت يوصل لحد هنا ويحصل دروب، يبعت يوصل لحد هنا ويحصل دروب، وهو مش عارف ان في مشكله اصلا بين الراوتر ده والراوتر ده. ايه؟ لا ريكوست تايم. بص انيشن لا محسوب بيها على الراوتر بتاعك انت. خلاص كده؟ لما يبقاش ليا جيت ويطلع منه يعني واقف عند الراوتر. هو اوريدي مثلا في حد يعني خلاص وبيبنج على الاي بي ادرس، فده عنده ديفولت روت ار ستار مثلا اللي احنا هنزعله من خلال الراوتر ده. استخدم الار ستار ده، الار ستار ده بيروح له من خلال سيريز على زيرو. معايا كده يا شباب؟ فكان اللي حصل هنا ايه؟ اللي كان المفروض الاي اس بي ادفرتايز دي يبعت لك يقول لك خد بالك انت في مشكله عندي، صح ولا لا؟ طب الكلام ده كان هيحصل امتى؟ ما بينك وما بين الاي اس بي فانا في دلوقتي كنت بقول صح؟ انت لو استاتيك وبيفوت في المنظر ده ما كانش هيجي لك اي نوتيفيكيشن من الاي اس بي ان حاجه حصلت. تمام؟ هو كده كده الديفولت رول او الستاتيك ده ما بيزعش حاجه، ده حاجه مانيوالي باي ادمنستريتور هو اللي عمل كده. صح؟ وكان لو حصلت مشكلة كان يبقى مانيوالي الادمنستريت هو اللي يدخل ويريك الفكرة كده من ورا تاني. فيبقى إذا الحل حاجة من اتنين. الحاجة الأولانية إنك أنت ترن ما بينك وما بين الأي اس بي إيه؟ دايناميك راوتر بروتوكول. خلاص إن جنرال دايناميك راوتر بروتوكول. ليه؟ عشان لما يحصل مشكلة عند الأي اس بي كلاود يبعت لك نوتيفيكيشن إن أنا عندي مشكلة. فتبدأ أنت راوتر بروتوكول بتاعك تشينج السلكشن بتاعه بيز دون على النوتيفيكيشن اللي وصل. تمام؟ طيب يا ترى مين البيست راوتنج بروتوكول اللي ممكن يران ما بين الايدجز ديت؟ والله من حيث ايه؟ من حيث دلوقتي انك انت يا ترى الاي اس بي دوت يقبل كل الروتس اللي جايه له اي كاسفر ويعمل لها انجكشن داخل ايه؟ ماشي مثلا يعني اوز بيف لو هران اوز بيف ما بين ده وبين ده. خلاص كده؟ طيب انت ايه رايك ان الراجل ده عنده نتورك كتيره جدا جدا صح؟ الاي اس بي يعني حاجه كبيره. فانت لما تيجي ده هيزيحك كل الحاجات عندك هنا، يعني انت هتعمل رينس للبوشه للروتس بتاعت الاي اس بي كلها او النتورك اللي هنا داخل الجراوند بتاعتك، فانت بتهزر. ولو كان في وراه ما هو الاي اس بي ورا وراه بقى صح؟ فتبقى كارثه. فالحل الوحيد في الموضوع ده ايه؟ لو انت عايز بقى تشتغل دايناميك هو البي جي بي. خلاص كده؟ البورتر جيت واي ده ليه؟ لان الديش بي عنده مجموعه اتريبيوتس بيها بيقدر ايه؟ يسلكت بقى والله انا مش عارف ده هيبقى هنتعامل بقى بالاطروبه سيستم، مش هنتعامل بعدد البوب كاونت ولا هنتعامل بال ايه؟ كده يبقى انترنال ولا اكسترنال؟ وعلى حسب لو انت ليك اي اس
جميل. وده ليه اس يبقى ساعتها ايه؟ اكسترنال. ان شاء الله لما ناخد البي جي بي هتعرف ان البي جي بي منه انترنال وايه؟ واكسترنال. بس مبدئيا خلينا نعرف دلوقتي يبقى البيس او دايناميك راوتر بروتوكول ما بين ده ومين ده هو مين؟ البي جي بي. خلاص اللي هيعرف لو لو حصل في هنا يبعت لك نوتيفيكيشن ان حصل مشكله هنا فتبدا انت تغير في السلكشن بتاعك. جميل؟ طيب احنا لسه ما خدناش عن البي جي بي. لكن الحقيقه في ثلاث طرق بقى تانيين فيهم نقدر نقول ايه؟ يا ترى لو حصل مشكله هنا نعمل ايه؟ ونتصرف ازاي؟ تعالى نشوف مع بعض كده الثلاث حاجات دول التولز اللي احنا عايزينها وده المفروض الشابتر بيتكلم عليه اللي هو حاجه اسمها اوفست ليست. جميل؟ وحاجه ثانيه اسمها سيسفور اي بي اس ان اي او سيرفيس ليفل اجريمنت. جميل كده؟ واخر حاجه البولسي بيز راوتر. ماشي؟ تعالى كده ناخد واحده واحده. يعني ايه مبدئيا اوفست ليست؟ اول حاجه اوفست ليست ده المفروض ان هو عباره عن ايه؟ عباره عن متريك فاليو انت بتعملها ادي من المتريك اللي عندك. مش فاهم حاجه يعني ايه؟ الاكزامبل اللي فات اللي احنا قلنا عليه من شويه لو انت مثلا عندك ريب فيرجن خلاص كده وانت هترن برنامج راسي وفي كل انسايد النتورك بتاعتك هنا وكان هو اللي كان ريب ماشي؟ فراوتر تقول ده عشان خاطر يسلكت الباص اللي من هنا ولا من هنا ده على حسب انا هوب كاونتس صح؟ بمعنى ايه؟ يعني مثلا الراجل ده كان بيأدفرتايز ليك مجموعة نتوركس صح؟ ده كان بيأدفرتايز ليك مجموعة نتوركس اللي عند الايدجز اللي هي مجموعة الاي اس بي ماشي؟ فتبدا انت تقول والله انا الباص ده بالنسبة لي يبقى هو البيست هو ايه؟ هوب كاونتس ولا واحدة بس لكن الباص ده بالنسبة لك ده اكتر من هوب كاونت ماشي؟ فكان يبقى ده مين وباك اب. جميل؟ طب انت عايز تقول لا انا مجموعه نتوركس معينه يعني مثلا ده كان بيأدفرتايز ليك 172 16 وده كان بيأدفرتايز ليك 192 168. جميل؟ فدي تقول ايه؟ انا النتورك 172 انا عارف ان البيست باص بتاعها هو ده. والنتورك 192 الثانيه انا عارف ان هو البيست باص هو ده. فتبدا تقول ان النتورك 172 خلي لي البيتري بتاعها اقل متر. يبقى طول الوقت اي مت عايز اروح ل 172 اروح لها من ده وتيجي تقول ده النتورك 192 خلي لي اقل متر وطول الوقت يبقى النتورك دي بتاعتك ايه؟ 192 تروح لها من هنا ما تروحش من هنا فيبقى البيهيفير بتاع الراوتنج تيبل بتاعك ما بقاش واحد لكل نتورك دي المجموعة نتوركس بقى حاجه ومجموعة نتوركس تاني بقى حاجه تانيه هو ده باختصار الوسط ديسك انك تعدل في المترك لبعض الليير ايه؟ روتس تمام؟ طب الكلام ده فالد لمين؟ الكلام ده فالد للديستنس فيكتور راوتنج بروتوكول فقط. يعني الاوفس ديست مش هتشتغل جاي انت مع مين؟ مع الريب او الاي اي جار. الكلام ده يعني الاوفس بيف هو سبورت مين؟ الاوفس ديست. ايه اللي هو اي سي؟ مش كده يا شباب؟ يبقى الاوفس ديست مبدئيا هي سبورتد فور الدايناميك او الديستنس فيكتور راوتنج ريب او اي اي جار. طيب نعمل الكلام ده ازاي؟ الراجل ده بيقول لك هنا انا عايز اعمل اوفست ليست على راوتر 2 للنتورك 172 ان انا اروح لها على طريق راوتر 4 مع اني مش شايف راوتر 4 فين؟ كان المفروض يروح لها كده؟ لا انا شايف كادمستريتور ان النتورك 172 انا عاوز اروح لها من هنا. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ تبدا تشوف بقى يا ترى النتورك 172 دي جايه لك على الانترفيس خلاص؟ جاي لك من التخفيص ده وجاي لك من التخفيص ده مش كده؟ طيب المترك بتاعك هنا كان بكام؟ مثلا يعني لو كانت بالنسبه للنتورك بتاعتنا هو 2 2 هوب كاونت 1 2 صح؟ والهوب كاونت هنا كام؟ 1. طب كان امتى يبقى الروت ده بريفيرد عندك؟ لو كان المترك اللي هنا بكام؟ 3 مثلا حاجه اكبر من 2 اكبر من اللي فوق صح؟ بس انا كان ده ايه؟ بريفيرد مش كده؟ فابدا اقول له نقطه الاثنين دي يعني. اقول له كل الحاجات اللي جايه لك خلاص كده من خلال السيريال دوت زودت لي عليها مترك مثلا 2 خلاص بص كده راوتر ريب اوفست داش ليست رقم اكسس كنترول ليست انت هتجيتها بعدين مثلا سي 21 ايه يعني الابديت اللي جاي لك
خلاص كده زود عليه 2 هوب كاونت 2 ايه اللي كنت شغالك لو كنت شغالي انا شرطيك انت هتبدا تحسب المترك اللي تزودته على المترك ده بحيث يبقى الباص بتاعي هو ايه هو هو الاقل معايا لحد كده يا شباب من خلال سريع زيرو على اسبيرانسي تاني يبقى اوفست ليست 21 ام خلاص كده 2 سيريا 0 على 0 بس كل الحاجات اللي ام من سيريا 0 على 0 زودت ليها مترك ب 2 بقى هي 270 كان المفروض ايه؟ ماشيه المفروض بالظبط كده فيبدا ايه اللي يحصل دلوقتي؟ يبقى الراوتر ده راوتر 2 ده دلوقتي 172 مره ب 2 ومره بكام بقى؟ 3 2 زائد 1 خلاص يبقى بالنسبه لك ايه؟ هو ده بالفيلد يبقى انت من نص التست قدرت انك انت كنترول في الايه في الترافيك فوروردنج على حسب بقى ليك استخدام انت بس كده عملنا على كل الشبكات ولا على الشبكه دي بس على الشبكه دي يعني هو جاي لهم على جاي لهم 0 ايه على جاي لهم 0 واللي هو متر واللي هو يحقق الاكسس تيست يعني هو الاكسس بص معايا ركز كده ايه اللي حصل بالظبط يعني انت عارف ده يبقى كويس قوي قوي لو تقدر تعمل بيها لود بالانس او مش لود بالانس لود شيدنج خلاص ما بين مجموعه نتوركس وتستخدم الريسورس كلها في نفس الوقت ازاي؟ يعني انت لو كان نفس التكنولوجيا ار 4 ار 5 وكان كمان في مجموعه نتوركس مثلا 172 16 1 0 سلاش 24 172 16 2 0 سلاش 24 بار و192 و361 0 سلاش 24 خلاص كلهم من خلال راوتر 4 وراوتر 5 راوتر 2 بتاعنا اهو وكان في دايركت انفورميشن كده انت عارف ومتاكد ان راوتر 2 باي ديفولت كل النتورك دي هتنسبوت عنده من خلال مين؟ مثلا لو انت شغال راب لو انت شغال راب جميل فكان يبقى عندك ار 172 16 ار كمان 172 ار 1 16 2 0 وعندك ار فاكتور 192 160 1 0 صح؟ وكل واحده من دول 120 على كام؟ على 1 مثلا باعتبار ان هو راوتر راوتر 5 بس تعالى بقى كده معايا ثلاثة على روتر 5 ايه؟ اه ليه؟ لان هو ريسيف من على السيريال ده جات مرة من هنا ومرة من هنا فالبست من سيريال طيب تعال بقى احنا كده هنلعب بيها نقول ايه؟ احنا عايزين نخلي النتورك 172 16 1 و 2 جميل؟ دول اروح لهم من خلال مثلا نقطة 3 ونترك دي اخليها زي ما هي. ممكن اعملها ازاي بقى؟ يبقى هقول كده نفس الكلام ازود تحت الاوتر بيت اكسس كنترولز تبقى في اثنين اكسس ليست بالظبط هعمل اثنين اوفس ليست طب ما اعمل واحده ل 192 ايه؟ اعمل واحده بس هو كده مش الثانيه ايوه انا هعمل واحده ل 192 حضرتك عايز ال 172 تمشي من بالظبط اه اعمل 172 بس ازودها وبالتالي يبقى الثانيه هي اللي هتفضل فتفضل بواحد صح كده؟ يعني اكتر من طريقه يعني انت راوتر ريب رقم اوفست ليست اوفست ليست واسميها اي حاجه مثلا 20 20 زي ما هي خلاص كده جاي لك فين؟ ايه؟ انت عايز تخلي الباص ده سوري تخلي الباص ده هو البريفيرد بالنسبه للمجموعه اللي فوق خلاص نفس الليست السيريال اللي هو سيريال 0 على 0 نفس الليست مثلا 20 زي ما اتفقنا اف ونخليها برضه نفس الكلام 2 خلاص واكسس ليست خلاص سيريال 0 على 0 تعالى بقى كده مع جلوبال قلت له اكسس داش ليست 20 بيرميت مين؟ واحد زيرو والستيتمنت التانية برمت اتنين زيرو خلاص كده يبقى الراجل ده لما يجي يلاقي يقول له خد بالك ده انت ايه؟
سيريا نزلوا على زيرو وده ريب. طب ريب بيقول لك في وسط ليست. طب وسط ليست بتقول ده في اكسس ليست تروح تشيك عليها الاول. فتشيك الاكسس ليست لو الابديت اللي جاي 172 16 خد بالك انت هتزود عليها 100 متريك اثنين. هي كان المتريك الاصلي بتاعها واحد يبقى اذا المتريك هنا ثلاث مرات خلاص. ويجي هنا نفس الكلام 172 2 ده في اوف ليست بتقول ايه؟ بتقول كذا طب ماتش على ده فعلا يبقى زود عليها 2 يبقى ده بثلاثة خلاص. طيب نيجي عند ده خد بالك من حاجه مهمه قوي مش معناته هنا طبعا انا في امبليسيت هواي خلاص مش معناته ان في امبليسيت هواي يعني النتورك دي هيحصل لها دروب مش هتتبعت اصلا مش هتتحرك مش هتتحرك هي مش هتخش جوه الاوف ليست يعني تخش في اللوتنج بوس العاديه بتاعتها وبعدين جت برضه من سيريا زيرو على طول عادي جدا هي هتتبعت كل حاجه بس مش تبقى كونديشنال الاوف ليست بتاعتها لو عايز العب على البورت يعني خليها حسب البورت بس على حسب الانترفيس بس ممكن اعمل بيرميت اي واي حاجه تيجي على الانترفيس دي بالظبط يعني انا مقصود ان بيحصل لو انا عايز اخليها اي حاجه جديده على سيريال 00 هي المتر بتاعها يزيد هعمل الاكسس ليست واخليها بيرميت اي صح ممكن وكل اي حاجه تيجي على الانترفيس ده الراجل ده قال حاجه كويسه جدا انا كنت ممكن اقول اوف ليست مثلا 20 ال جميل كده سيريال زيرو على زيرو مش عارف مش لازم حتى بس زود اثنين على زيرو او زيرو او زود اثنين خلاص واجي اجي في الاكسس ليست اقول ايه اكسس ليست 20 بيرميت اني يبقى اي حاجه جايه على تفاصيل السيريال ده خلاص كده هي من بيرميت اني فانت اذا زود لها مين؟ اثنين فبالتالي يبقى كل النتورك في الحاله دي يبقى ده وده وده ريتش من خلال الرابط خالص وانا في الحاله دي حضرتك زودت على اثنين بس الثالثه بقى هيحصل لها ايه؟ ما هي التالتة يجي ماتش انت جاي هنا في اوفست ليست لا مش مهم اسمعني بس ماتش على اكسس ليست 20 طب اكسس ليست 20 ده لا يبقى في هنا ايه؟ في ناي اني خلاص بس دي ناي اني هنا مش معناها انك انت دروب الابديت ده دي ناي اني يعني هي ما حققتش الاوفست ليست كونديشن يعني مش هيستغلك هنا هيستغلك هو هيستغلها كل حاجه ياخدها من المتر الطبيعي بتاعها يعني المتر الطبيعي بتاعها المفروض ده كام؟ واحد مش هيزود عليها اثنين يزود عليه اثنين اللي يحقق لك نفس التست. طب فرونت وانا ينفع اقول له مثلا بيرميت اني مثلا 10 شبكات اقول له بيرميت كسبت مثلا شبكه واحده؟ يعني مثلا انا عايز اخليه كله يزود المتر اثنين ما عدا شبكه واحده بس ما يزودهاش مع مثلا واحد بس. انا حاسس ده اللي احنا عملناه دلوقتي يعني انت عامل كل الشبكات. لا بس هما لو كانوا كتير هضطر اكتبهم كلهم. حلو يعني ممكن تستخدم مثلا ما يبقاش المورس فيزيك لو هما كتير هتستخدم بقى صف السوائل في الفاضل يحقق لك الريش يعني لما فيش كوماند مثلا اللي مثلا بيرميت مثلا اني اكسبت مثلا كذا اكسبت مثلا ده اه ده حاجه ممكن تقول ايه دي لاي ده شيلوا الاكسس ليست وبيرميت اني بس كده مش هيزود له مش هيزود له بس كده مش هيدخله مش هيدخله عند المكان هيدخله ما انا بقول له دي لاي يعني دي لاي هنا مقصود بيها ايه ديناي يعني هو ما حققليش الاكسس الاوفس ليست بتاعته تمام جميل يعني بالعكس لو هي كانت دي كل النتوركس بالنسبه لك لو انت عايز مثلا يعني ده بس اللي هتزوده والباقيين لا عايز تقول ايه العكس عايز تقول ايه هزود كله ما عدا ده هتزود لكله ما عدا ده اه خلاص يبقى ديناي في الاول من 192 وبيرميت ايه تمام خلاص كده يبقى انت لما يجي عند الاوفس ليست هنا هيلاقي كونديشن عنده ايه؟ بس ده انت ديناي يبقى انت خارج الاوفس ليست كونديشن مش هزود لك مش هزود لك يبقى انت تخش بالنورمال المتريك بتاعتك بيرميت اني اه ده انت ماتش من بيرميت اني تزود الاوفس ليست بس انا قلت له بيرميت اني في الاول اما مش هيحصل ستاندرد اكس ليست خلاص واضح كده يا شباب الاوفس ليست في اي مشكله بس هو الكلام ده الحقيقه فيرو بس مع مين؟ مع ديستانس فيكتور طبعا انت بتريفاي هو اختار الباص ده والباص ده عن طريق بقى شو اي بي روت وتريس روت الديستنيشن بتاعك مثلا دي باك مثلا الروتين اللي كنت شغال عليه دلوقتي يقول لك هو اختار ده على اساس مثلا اوف ليست كونفيجريشن كذا خلاص فدي كده الايه؟ الريزم كونفيجريشن بتاعك الاوف ليست طيب في بعد كده ايه السوليوشن الثاني اللي احنا اتكلمنا عليه اهم حاجه اسمها سيرفيس ليفل اجريمنت اس ال اي ايه السيرفيس ليفل اجريمنت ده؟
السيرفيس ليفل اجريمنت هيحل لك مشكله الايه الدروب اللي حصل انسايد الاي اس بي نتورك وانت ما حسيتش بيه. يعني احنا قلنا عشان نحل المشكله اللي كانت داخل الاي اس بي عندك حاجه من اثنين، يا اما انك انت تشغل دايناميك راوتر بروتوكول وتحديد الفي اتش بي خلاص، يا اما انك انت بتستخدم موضوع مين السيرفيس ليفل اجريمنت. سيرفيس عشان انت كان من شويه لما حصل فيه انا داخل هاي سبيد لاود انت ما حسيتش بيه، فكنت تقوليلي لسه مستني مين الديفولت روت مثلا هو ده طول الوقت، وكنت بتروح هنا وكان بيحصل دروب خلاص، فده بالنسبه لك ايه باد بيرفورمانس. مش المفروض مثلا عندي لما جاليش ريبلاي مثلا بعد دقيقتين يبقى خلاص يبقى الروت ده دروب؟ هو يعني انا ببعت له مثلا انا عايز اوصل الشبكه دي مثلا او انا عايز اوصل الانترنت او عايز بكتب مثلا الديفولت روت. ماشي، هو الديفولت اللي فوق في دروب انا مش عارف ليه هو دروب مش ده ماشي، ما هو جوه المفروض ان انا ببعت مثلا انا عايز اوصل الانترنت، هو مش هيعرف الفيديو فمش يعني مش هينزل على السكند بتاعي اللي هو فيسبوك مثلا، فيسبوك ستوس بالتاني. ماشي، هو مش المفروض مثلا انا عايز اخش على الانترنت ببعت له مثلا اقول له ان انا عايز ادخل الانترنت يوصلني ريبلاي، فكده مش هيوصلني. هو صح مش هيوصل طبعا، فما ينزل بقى تاني اوتوماتيك بقى ما دام ما وصلنيش، بس كده مش هيوصل لحاجه خالص. هو كده كده مش هينزل للتاني ليه؟ لان الاولاني ما اتشالش لسه الروت الجديد، الاولاني لسه موجود عندك، ما حدش قال شيء، ما حدش قال فيه مشكله، انت مش عارف المشكله فين دلوقتي. يعني ده حصل لما ده حصل له فيلير، ليه حصل لها فيلير؟ انت ما عرفتش ان حصل فيلير، ما هي المشكله دلوقتي. انت لو كنت عرفت ان حصل فيلير وقال لك ان في مشكله كان خلاص وصلت شيء ده هيشيل ده من الراوتنج تيبل وينستول الروت التاني والمشكله اتحلت، لكن انت ما عرفتش ليه، لانك انت شغال ستاتيك. حلها يا اما انك شغال دايناميك، فكان يقول لك فعلا ان حصلت مشكله هنا جميل، فتبدا انت تنستول في الباك اب باص التاني. طيب احنا لسه ما خدناش البي جي بي بعد الشهر الجاي ان شاء الله، لكن النهارده نعمل ايه؟ معلش بس حته ان هو مش هيعرف ان في حاجه مشكله حصلت، هو لو انا عامل مثلا تي سي بي لو شغال مثلا اي ببعت اي حاجه فيها تي سي بي يعني المفروض ان هيحصل المفروض هانشنج بيني وبين الاستيشن بتاعي اللي انا هبعته، فهم يلاقي مفيش اكاد بتحصل سينك اكل اللي كان المفروض تيجي كده يعرف في مشكله. ما هو بس فين؟ ما هو مش عارف يجيب، بس هيلاقي في مشكله في اللينك ده. ما هو في مشكله بس ستيل الروت موجود في الراوتنج تيبل بتاعك، يعني طول الوقت الروت موجود، طالما الروت موجود في الراوتنج تيبل ما انت مش عارف تاخدكش مش عارف تقلق على الباك اب باص، يعني هيفضل يدروب يقعد يديني لوكس 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 مش هيغير مش هيقلق على الباك اب باص ليه؟ لان هو ستيل عنده فاليد روت. معايا كده؟ الفكره فيها ايه بقى؟ يعني نفس اللي انت فكرت فيه ده بالظبط. انا لو جالي ريكوست تايم اوت من اي بي معين، انا ببعت عيل بيجي لي ريكوست تايم اوت طول الوقت، طب ما اشيله خالص، اشيل الروت اللي انا بروح من خلاله ده واحط الباك اب روت، صح؟ مش انا بتفكر فيه بس يحصل جميل. يبقى انت السيرفيس ليفل اجريمنت الفكره فيها ايه؟ لك انت هتخلي اي بي ادرس معين، اي اي بي جوه عند الاي اس بي ده، بس الاي بي ده بالنسبه لك تبقى جميل؟ وزي بالظبط هتبعت اي كاميرا او كان كونتينوس بينك. طول ما انت ما بتبعت بينج على الاي بي ادرس دوت ويجي لك منه ريبلاي يبقى الديفولت روت ده سليم مش هتعرف مش مشكله. حصل في وقت من الاوقات ما جاش منه ريبلاي يبقى في مشكله عند الاي اس بي موف على الباك اب باص. هو ده السيرفيس هو ده السيرفيس ليفل اجريمنت. اسمه خلاص كده؟ اس ال اي اس ال اي اس ال اي ماشي؟ يبقى ده بقى مشكلة انك انت لازم يقول عليه في اللي هو الريسبوندر خلاص كده؟ الريسبوندر ده اللي بيريبلاي البنج بتاعك، لو الريسبوندر ده حصل مشكله هو نفسه يبقى انت حاصل بقى كده، فانت لازم يبقى الريسبوندر ده حاجه ريتشر طول الوقت، وطبيعي جدا الحاجه اللي انت بتحتاجها ريتشر طول الوقت زي ايه؟ اي بي ادرس زي بتاع مثلا